عندما يغادر هيكران العمل، تتوقف ملك عن الأكل أو الشرب. يعامل إيليز بتذمر، إنه يفتقد هيكران. من ناحية أخرى، يأمل إمري في عودة هيكران، لكن هيكران لا يعود إلى العمل. ملاك تواجه أزمة في القصر. إمري يشعر بالقلق الشديد. يأتون إلى منزل هيكران مع ملك ويحاولون إقناع هيكران بالعودة، لكن هيكران لا يعود. يندم عليه لاحقاً. يفكر في ملاك طوال الوقت. أخيراً، لا يستطيع التحمل ويأتي إلى القصر لملك، لكن ملاك شعرت بالإهانة منه. جاء بيركي إلى منزل كيرمان للإصلاحات. عندما تراه أليف في المنزل، تتساءل عن سبب مجيئه. أخبر كيرمان بيركي أنه أجرى الإصلاحات، لكن إليف لم تصدقه وأدركت أن بيركي يزيف ذلك. لم تعد هيكران تتحمل العقد المفروض عليها وعلى كلمات إمري الجارحة وتستقيل. لم يوقع هيكران على العقد الذي أعده إمري ويغادر القصر. علية ويلز سعيدان جدا بهذا الموقف، لقد تحرر أخيرا من هيكران. لم تعد هيكران تتحمل العقد المفروض عليها وعلى كلمات إمري الجارحة وتستقيل. ملاك حزينة جدا لرؤية هيكران يغادر المنزل. يذهب سرا إلى الحي للعثور على هيكران. عندما يدرك الناس في القصر أن ملاك مفقودة، يصبح كل شيء معقدا. عندما يبدأ إمري وهيكران في البحث عن ملك معا، فإن أخبار الحادث على راديو الشرطة مفجعة. تعرضت فتاة صغيرة مطابقة لوصف ملاك لحادث. مع الأخبار السيئة، أصيب إمري وهيكران بالدمار. ومع ذلك، تبدو ملاك أكثر سعادة من أي وقت مضى أثناء اللعب مع الأطفال في الحي. عندما يرى إمري ابنته بهذه الحالة، لا يستطيع حبس دموعه من السعادة ويعانق ابنته. ملك يدعو إمري باء الأبي بعد سنوات. هيكران يبتعد دون أن يقول أي شيء. بينما يقضي بيركي وقتا ممتعا مع أصدقائه في مكان ما، يأتي جلال إلى المكان. يهرب بيركي في اللحظة الأخيرة دون أن يراه جلال. سيأخذ هيكران ملاك إلى المدرسة في حيهم للتواصل الاجتماعي. يسمح إمري لهيكران بأخذ ملك إلى المدرسة. ييليز تذهب معهم. تتسبب ييليز في إصابة ملك في المدرسة بخطتها، ثم يقنع إمري بأن هيكران هو المسؤول عن ذلك. يضع إمري عقداً أعده لإبقاء هيكران تحت السيطرة وتحديد حدودها أمام هيكران، ويطلب منها التوقيع عليه. تظل هيكران مصدومة. بينما يعمل بيركاي في ورشة الإصلاح، يأتي العملاء الذين يعرفونه. يواجه بيركي صعوبة في محاولة عدم الكشف عن الوضع لدرويش. يحاول ألا يراه العملاء القادمون. أليف تأتي إلى ورشة التصليح. لديهم انطباع مؤقت مع بيركي. يبدأ إمري بالاتفاق مع هيكران. ستكون ملاك أفضل مع ذكريات والدتها والتواصل الاجتماعي. ياليز لا يستطيع أن يتسامح مع قرب ملك وهيكران، وبغض النظر عما يفعله، لا يستطيع أن يجعل هيكران يسقط من عيون إمري. يدرك أنه يحتاج إلى كسب تأييد إمري، ويبدأ في التقرب من ملك. لكن ملك تخاف منه. بدأ إمري في التليين. يعطي هيكران الإذن بإخراج ملاك. تتفاجأ هيكران بوجود صورة مارال وملك بجانب سرير ملاك. إنه سعيد لأن إمري جاء إلى كلماته. عندما يمرض إيبو الذي يجمع الورق في الحي، تعيده إليف إلى المنزل وتعتني به. عندما يأتي هيكران، يعتني بها. من ناحية أخرى، تشعر كيرمان بعدم الارتياح لوجود إيبو في المنزل. ومن أجل إثارة إعجاب إليف التي نشأت بدون أب، قرر بيركي أن يتعامل معها بعطف الأب. تواصل هيكران العمل، لكنها مستاءة جدا من إمري. من ناحية أخرى، إمري مصمم على معرفة من وضع المال في حقيبة هيكران. تعتقد إيليز أن الهدية التي اشتراها إمري هي لها. عندما يضغط إمري على إيليز، تعترف إيليز بأنها وضعت المال في حقيبة هيكران. هيكران يأخذ ملك إلى الحديقة.
ملاك تخرج لأول مرة. إمري يحذر هيكران من إخراج ابنته دون سابق إنذار. إمري يدعو يليز وهيكران إلى غرفته. يطلب إمري من يليز أن تعتذر لهيكران ويطلب منها أن تقدم الهدية التي اشترها إلى هيكران. تظل يليز مصدومة. لا تستطيع أليف الذهاب إلى محل الحلويات عندما تقضي وقتا في ورشة التصليح. جلال يتصل بإليف لكنه لا يستطيع الوصول إليها. يغضب جدا. يسقط بركي الساعة باهظة الثمن على معصمه. تتساءل أليف عما تفعله ساعته الباهظة الثمن. يقول بركي أن أحد العملاء أسقطه وسيعطيه للمالك. يأتي درويش وأليف إلى المعجنات. يفهم درويش من تصرفات جلال أن هناك شيئا خاطئا معه. خطاب ملاك يجعل الجميع في القصر وخاصة إمري سعداء. تضع يليز خطة جديدة لإنهاء وجود هيكران في القصر. الغرض منه إنه لإيذاء كبرياء هيكران، وهكذا سيترك هيكران وظيفته. تضع يليز بعض المال في حقيبة هيكران لكي يعتبرها إمري بمثابة مكافأة لجعل ملاك تتحدث. سوف يقوم إمري بمصالحة هيكران لإيذائها فيشتري لها هدية. تجد هيكران المال في حقيبتها. إن منح إمري أموالا إضافية لها يؤذي كبرياءها. يواجه هيكران إمري ويعيد الأموال ويقول إن كبرياءه مجروح للغاية لكنه لم يترك وظيفته. من ناحية أخرى لا يفهم إمري ما حدث ويظل في حيرة من أمره. علمت إليف أن بيركاي يعمل في ورشة التصليح وبدأت في الإعجاب ببيركاي. إمري يتجادل مع هيكران بعد أن واجهت ملك أزمة. ملك تنادي هيكران لا تذهب. يتفاجأ الجميع عندما تتحدث ملاك بعد سنوات عديدة. ماذا حدث في الحلقة الخامسة من الهجرة التي بثت يوم الجمعة 11 نوفمبر؟ هيكران على قناة كانال دي بحلقتها الجديدة بجودة HD. عندما تقول يليز أن أزمة ملك هي بسبب هيكران، يتم طرد هيكران. يتجادل إمري وهيكران حول حرمان ملك من ذكريات والدتها مارال، لكن إمري ما زال لا يطرد هيكران. يليز تهدد ملاك بالقول إن هيكران سينتهي بها الأمر مثل والدتها. ملك تنسحب من الخوف وتبتعد عن هيكران. عندما يأتي إمري إلى القصر تواجه ملاك أزمة مرة أخرى. عندما تقول يليز أن هذا بسبب هيكران، يتم طرد هيكران. بينما تحزم هيكران أمتعتها وتغادر القصر تنادي ملك لا تذهبي. يتفاجأ الجميع عندما تتحدث ملاك بعد سنوات عديدة